حملة توعية وتحسيس ونظافة بالمؤسسات اللي كاينين في تكيوين، وبتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني درنا هذه الحملات بمختلف المؤسسات، وباقي عندنا مؤسسات أخرى إن شاء الله عما قريب غادي ندوزو عليهم وحدة وحدة إن شاء الله. وهذه المؤسسات جينا تلاقينا هنا كقدماء مع التلاميذ القدام، استرجعنا الذكريات ديالنا في هذه المؤسسات، وكانت فرصة أننا نتلاقاو مع الأصدقاء القدماء ومع الأساتذة ديالنا ونحييو الذكريات اللي كانت عندنا في هذه المؤسسات، وكذلك نشجعوا على التحسيس والتوعية بالبيئة والنظافة ديال المؤسسة، وتكون عندنا واحد البيئة نظيفة، ونشجعوا على كذلك التلاميذ اللي كاينين هنا بأنهم يديروا حملة كل حين. وكنتمنوا أن هذه الفكرة تبقى مستمرة على طول السنة، ماشي تكون غير موسمية وتكون من العام لعام، طول السنة بين هذه المؤسسات يبقاو في حلة جميلة. حنا اليوم كنقوموا بواحد المبادرة ديال النظافة ديال المؤسسة، ما فيها التشجير، ما فيها الجداريات، فيها النظافه ديال جميع المرافق ديال المؤسسه. والحمد لله هذه العمليه جات من بعد ما كان العمل بمجموعه من المدارس والمؤسسات التعليميه من اعداديات وثانويات ومؤسسات ابتدائيه، عمت ازيد من 5 مؤسسات في الاسبوع الماضي، والعمليه تمت بنجاح بمساعده مجموعه من الفاعلين الجمعويين بالمنطقه. المشاكل اللي كانت في المؤسسات، هناك عده مشاكل. اولها ان هناك تراكم ديال الازبال، تراكم ديال النفايات ديال الاشجار، ديال الاوراق ديال الاشجار، تراكم ديال النفايات، تراكم ديال الزجاج، هناك الترميم ديال الابواب، لان هناك ابواب كانت هناك ابواب هشه، وكان هناك ابواب بعض المراحل كاع ما كانش ليها الابواب. كذلك كان هناك مشكل ديال الاصلاح ديال الصنابير ديال المياه، لم توجد هناك صنابير، بعض المؤسسات ما فيهاش صنابير، تم إعادة وضع صنابير جديدة لها. بالنسبة للمشاكل كذلك هناك مشكل ديال قطع الأشجار، هناك أشجار عندها الفروع وكتدي سلبا أنها ربما تقع على بعض الأطفال وما شابه ذلك. بالنسبة للأطفال كنحاولوا أننا نشجعوا الأطفال وكنحاولوا أنهم يبادروا في هذا المشروع هذا، ويحاولوا أنهم يقلدوا الكبار ديالهم، الآباء ديالهم، لأن نحن الآباء ديالهم، وهم إن شاء الله غيكونوا إن شاء الله القدوة ويكونوا خير سلف الخير خلف إن شاء الله. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.